الحاجات دي الدوافع طيب. دي اثرت على شكل الفريق. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد. من الواضح ان هناك انفراجه جديده بتحدث في استاد الجوهره الزرقاء. اتفضل يا كريم. ان شاء الله يا كابتن اسلام تكون انفراجه باذن الله يا كابتن اسلام. يعني احنا كلنا متواجدين دلوقتي في الباصات، ركبنا كلنا الاتوبيسات مستنيين، بس يعني خلاص يعني ان شاء الله في خلال 5 دقائق نتحرك من الاستاد. نقدر نقول يعني الدنيا بره خلاص، يعني قدروا ان هم يسيطروا على الوضع، وفي طريق زي ما قلت حضرتك يا كابتن اسلام هيبقى مخصص لينا. احنا كلنا متواجدين في الاتوبيس النادي الاهلي، لعيبه متواجده، البعثه الاعلاميه متواجده، الكابتن محمود الخطيب السفير، الكل يعني نقدر نقول موقف كبير جدا. ان شاء الله باذن الله في خلال 5 دقائق نوصل على فندق الاقامه. ونقول لك بقى كابتن اسلام الطياره هتتاجل قد ايه، زي ما اكدت لك ان الطياره كانت 3:10، لكن يعني كان في تعليمات كده من كابتن محمود الخطيب للكابتن سيد ان الطياره هتتاخر بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي العوده، لكن تحديدا الميعاد لسه ما اتاكدش يا كابتن اسلام. لكن ان شاء الله في خلال 5 دقائق اللي جايين دول مجرد ان احنا نتحرك، اكيد هتواصل معاك تاني واقول لك ان شاء الله الامور عامله ازاي. واول ما نوصل للاقامه كمان يبقى لينا مداخله مع حضرتك نطمن كل الجمهور ونطمنك ونطمن على كل جماهير النادي الاهلي على بعثه النادي الاهلي. اتمنى وانتم بتتحركوا يعني نخلينا معاكم بحيث نفضل نسمع ونعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور، ولكن برضو عايز اطمن على جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في الاستاد يا كريم، في استاد الجوهره الزرقاء. يعني الجمهور الجمهور يا كابتن اسلام يعني خرج بسلامه الله في تامين، طبعا زي ما بنقول كان مهتم بشكل كبير جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب ان يكون في تامين للنادي الاهلي، وان شاء الله في خلال لحظات يا كابتن اسلام هتابع مع حضرتك. طيب تمام، ارجع لنا مره اخرى اول ما تبتدوا تتحركوا، برضو يعني كل جمهور النادي الاهلي ينتظر، ويعني انا شايف مشاهدات كبيره جدا على المستنيين ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي اكتر على لعيبه النادي الاهلي وعلى بعثه النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي ايضا اللي متواجد في استاد الجوهره الزرقاء. كابتن